بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد، شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، يعني إذا أحرمت لزمك أن تكمل النسك. ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم، أي صددتم، أي منعتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، يعني يجب إتمامه. إذا أحرمت بالعمرة أو بالحج لا بد أن تتمم النسك. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان للعلماء رحمهم الله. فإذا أحرمت لزمك الإكمال، وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام مستقصى، ولله الحمد والمنة. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: أن تحرم من دويرة أهلك، أي تحرم من أهلك، من بيتك، تحرم من بيتك، تبتدئ الإحرام من بيتك. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وطاووس رحمهم الله، وعن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال في هذه الآية: إتمامهما أن تحرم من أهلك، أي من بيتك، لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس أن تخرج للتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزي، يعني يكفي، ولكن التمام أن تخرج له، أي من بيتك، ولا تخرج لغيره. وقال مكحول رحمه الله: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال في قول الله: وأتموا الحج والعمرة لله، قال: من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير الحج،
في غير أشهر الحج. إن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قرن وقال هشيم عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة. فقيل له: العمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهم الله. على كل، العمرة وقتها طول العام، وأما الحج فأشهر المعلومات. وهذا القول فيه نظر، قال ابن كثير: وهذا القول فيه نظر، يعني العمرة في أشهر الحج ليست تامة، أما في غير أشهر الحج تامة. هذا القول فيه نظر، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية حينما جاء سنة 6 محرما بالعمرة هو وأصحابه في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، وعمرة القضاء في العام القادم في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته صلى الله عليه وآله وسلم أحرم بهما معا القرن في ذي القعدة سنة 10 من الهجرة، ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته. ولكن قال لأم هانئ رضي الله عنها: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ففيه فضل العمرة في رمضان. اللهم بلغنا صيام رمضان والعمرة والحج بالصحة والعافية والتوفيق لما تحب وترضى والإعانة والقبول، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فعمرة في رمضان ثوابها ثواب الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المعلق: كذا وقع هنا أم هانئ، وهو وهم، والصواب أم سنان، والحديث في صحيح البخاري رحمه الله. يعني قال لأم سنان: عمرة في رمضان تعدل حج معي. وذاك إلا أنها كانت قد عزمت على الحج معه، أن تحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر، يعني صار لها عذر، فلم تتمكن من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري رحمه الله. ونص سعيد بن جبير رحمه الله على أنه من خصائصها، والله أعلم. لكن الأدلة عامة ليست خاصة. وقال السدي رحمه الله في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أقيموا الحج والعمرة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، يقول: من أحرم بالحج أو بالعمرة فليس له أن يحل، يعني ليس له أن يترك الإحرام حتى يتمهما، لا بد أن يتم النسك. تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. أعمال يوم النحر: رمي جمرة العقبة وذبح الهدي وحلق الرأس أو التقصير والطواف والسعي. وقال قتادة رحمه الله عن زرارة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. والحج له 4 أركان: الإحرام
والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج والعمرة الطواف، يعني أعظم أركان العمرة الطواف بالبيت. فأركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، وكذا روى الأعمش وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة رحمهم الله في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال هي في قراءة عبد الله وأقيم الحج والعمرة إلى البيت، لا تجاوز بالعمرة البيت، قال إبراهيم فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة رحمهم الله أنه قال وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. وكذا روى الثوري أيضا عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. وقرأ الشعبي رحمه الله وأتموا الحج والعمرة لله برفع العمرة، وأتموا الحج والعمرة لله، وقال ليست بواجبة، وروي عنه خلاف ذلك. وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس رضي الله عنه وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، يعني كان قارنا صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه رضي الله عنهم من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة. وقال في الصحيح أيضا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله في سبب نزول هذه الآية حديثا غريبا، فقال حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو عبد الله الهروي حدثنا غسان الهروي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخ بالزعفران، أي متلطخ بالزعفران وهو طيب عليه جبة، فقال كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال فأنزل الله وأتموا الحج والعمرة لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل عن العمرة؟ فقال ها أنا ذا. فقال له ألق عنك ثيابك، يعني أترك اخلع الجبة لأنها لا تلبس في الإحرام، ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت، يعني لتغسل الطيب الذي بك، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك من الطواف والسعي والتقصير. هذا حديث غريب وسياق عجيب. والذي ورد في الصحيحين رحمهم الله عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقال كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق أي طيب، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال أين السائل؟ فقال ها أنا ذا. فقال أما الجبة فانزعها، لأن المحرم لا يلبس الجبة، وأما الطيب الذي بك فاغسله، لأن الطيب من محظورات الإحرام. ثم رفع رأسه فقال ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك، ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق، ولا ذكر نزول الآية، وهو عن يعلى بن أمية لا على عن صفوان بن أمية رضي الله عنه، والله أعلم. وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6 من الهجرة أي عام الحديبية، حين حال أي منع المشركون، صاروا حائلين بين الرسول
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، أي منعوه من إتمام العمرة. وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان 70 بدنة، 70 من الإبل، وأن يتحللوا من إحرامهم. عندما منعهم المشركون أمروا أن يذبحوا الهدي ويتحللوا، فعند ذلك أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، يذبحوا الهدي ويحلقوا رؤوسهم، فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ حتى خرج فحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه، والتقصير يكون من جميع الشعر. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين الذين حلقوا عند التحلل. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: في الثالثة والمقصرين. فالحلق عند التحلل أفضل، وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك، كل 7 في بدنة، كل 7 في بعير، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم، فالله أعلم. ذبحوا الهدي وحلقوا أو قصروا ورجعوا. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، هل يختص الحصر بالعدو؟ فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره، على قولين. فقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا أبو سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن أبي نجيح ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، يعني إذا منعه العدو من إتمام العمرة أو الحج. فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال، أي ضاع عن الطريق، فليس عليه شيء، إنما قال الله تعالى: فإذا أمنتم فليس الأمن حصرا. قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وطاووس والزهري وزيد بن أسلم رحمهم الله نحو ذلك. والقول الثاني أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال، من ضياع الطريق وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر، أي كسر شيء من أعضائه، أو عرج صار أعرج، فقد حل وعليه حجة أخرى. إذا كان محرما وكسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، أي من العام القادم. قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، فقال: صدق الحجاج بن عمرو رضي الله عنه. وأخرجه أصحاب الكتب 4: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله، من حديث يحيى ابن أبي كثير به رحمه الله، وفي رواية لأبي داود وابن ماجة رحمهم الله: من عرج أو كسر أو مرض، فذكر معناه، يعني حل وعليه حجة أخرى. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن علي عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف به، ثم قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهما وعلقمة وسعيد بن المسيب
وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان رحمهم الله أنهم قالوا الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال الثوري رحمه الله الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية أي مريضة، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، أن أحرمي وقولي محلي حيث حبستني، يعني في المكان الذي اشتد بي المرض أتحلل، هذا شرط. ورواه مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. فذهب من ذهب من العلماء رحمهم الله إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث، يعني من كان مريضاً أو خاف مرضاً فعليه أن يشترط عند الإحرام لبيك حجاً ومحلي حيث حبستني، فمتى اشتد به المرض يتحلل. وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقي رحمه الله وغيره من الحفاظ فقد صح أي الحديث ولله الحمد. وقوله تعالى فما استيسر من الهدي، قال الإمام مالك رحمه الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول فما استيسر من الهدي شاة، أي عليه أن يذبح شاة إذا كان من المعز ثني، يعني له سنة، وإذا كان من الضأن جذع تم له 6 أشهر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الهدي من الأزواج 8 من الإبل والبقر والمعز والضأن. الإبل تكون له 5 سنوات، عمره 5 سنوات، والبقر 2، والمعز 1 كاملة، والضأن تم له 6 أشهر. وقال الثوري رحمه الله عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فما استيسر من الهدي قال شاة، وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك، وهو مذهب الأئمة 4 رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. على كل حال تقدم أنه شاة إلا أن يشترك 7 في بعير أو 7 في بقرة. قال وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير رحمهم الله نحو ذلك. قلت والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذاك شاة، وإنما ذبحوا الإبل والبقر. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بقرة. وقال عبد الرزاق رحمه الله أخبرنا معمر عن ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فما استيسر من الهدي قال بقدر يسارته، أي بقدر حاله. وقال العوفي
عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان موسرًا أي غنيًا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. وقال هشام العروة عن أبيه رحمهم الله: فما استيسر من الهدي، قال: إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي مهما تيسر مما يسمى هدياً، والهدي من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، كما قال هو الحبر البحر، أي ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، يعني بعث بها مع الحجاج تذبح يوم النحر تقربا إلى الله. وقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا المحصر الذي منع من إتمام العمرة أو الحج، لا يحلق حتى يذبح الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، معطوف على قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، وليس معطوفا على قوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كما زعمه ابن جرير رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فأما في حال الأمن ليس في خوف والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محلة، ويفرغ الناسك ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارناً عن يوم النحر، أو من فعل أحدهما إن كان مفرداً أو متمتعاً، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة، أن عندما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا، ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبَّدت رأسي، أي وضعت على شعر رأسي ما يجعله متماسك، وقلَّدت هدي، فلا أحل حتى أنحر، يعني يوم النحر. الرسول كان قارن صلى الله عليه وسلم وساق الهدي، أما من أحرم بالعمرة ولم يسق الهدي أمرهم أن يتحللوا بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المحرم إذا حصل له ضرر وحلق رأسه يجوز له لأجل الضرر، ولكن عليه فدية، إما أن يذبح الشاة ويتصدق بها، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، هذا فدية عن حرق الشعر لأجل الضرر. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، سمعت عبد الله بن ماقل قال: فعدت إلى كعب بن عجرة، سمعت عبد الله. قال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، سمعت عبد الله بن ماقل قال: فعدت إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، كان في رأسه قمل كثير، فقال: ما كنت أرى أن الجهد أي المشقة بلغ بك هذا، أما تجد شاة أي تذبحها؟ قلت: لا. قال: صم
3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عام. فالمحرم إذا حلق شيئا من شعره لأجل المرض فيلزمه الفدية. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر، يعني يوقد النار يطبخ، والقمل يتناثر على وجهي، أو قال حاجبي، فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فحلقه وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة أي شات. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. على كل حال مخير، أي واحدة من الثلاث يجزئ بالفدية، إما أن يذبح شات، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. مخير، أي واحدة من الثلاث يجزئ. وقال أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن مجاهد، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وقد حصره المشركون، أي منعوه من الدخول، وكانت لي وفرة أي شعر على رأسي، فجعلت الهوام أي القمل تتساقط على وجهي، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ فأمره أن يحلق. قال: ونزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذا رواه عفان عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به، وعن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به، وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه نحوه رحمهم الله. ورواه الإمام مالك رحمه الله عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه فذكر نحوه. وقال سعد ابن إسحاق ابن كعب ابن عجرة عن أبان بن صالح عن الحسن البصري أنه سمع كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاتا. رواه ابن مردويه رحمه الله. وروى أيضا من حديث عمر بن قيس سندل وهو ضعيف، هذا الراوي ضعيف، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النسك شات، والصيام 3 أيام، والطعام فرق المكيال بين 6، أي لكل مسكين نصف صاع. وكذا روي عن علي رضي الله عنه ومحمد بن كعب وعكرمة وإبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين مدين لكل إنسان نصف صاع أو انسك شات، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. وهكذا روى الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: إذا كان أو فأيه أخذت أجزأ عنك، يعني مخير، أي واحدة من الثلاث.
قال ابن أبي حاتم رحمه الله، وروي عن مجاهد وإكرمة وعطاء وطاووس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم النخعي والضحاك رحمهم الله نحو ذلك. قلت وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله أنه يخير في هذا المقام، إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق، وهو ثلاثة أصع، لكل مسكين نصف صاع وهو مدان، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء، أي ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله عنه بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل، فقال أنسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، فكل حسن في مقامه ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش قال ذكر الأعمش قال سأل إبراهيم سعيد بن جبير رحمهم الله عن هذه الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأجابه يقول يحكم عليه طعام، فإن كان عنده اشترى شاة وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق، وإلا صام بكل نصف صاع يوما، لكن كما تقدم إما يذبح شاة فيتصدق بها ولا يأكل منها شيء، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين. قال إبراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر، قال لما قال لي سعيد بن جبير من هذا؟ ما أظرفه أي أجمله؟ قال قلت هذا إبراهيم، فقال ما أظرفه، كان يجالسنا. قال فذكرت ذلك لإبراهيم، قال فلما قلت يجالسنا انتفض منها، يعني فزع. وقال ابن جرير رحمه الله أيضا حدثنا ابن أبي عمران حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أشعث عن الحسن رحمهم الله في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء، والصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين، كل مسكين مكوكين، مكوكاً من دمر ومكوكاً من بر، والنسك شاة، ولكن كما تقدم إما يذبح شاة وإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وقال قتادة عن الحسن وعكرمة رحمهم الله بقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال إطعام عشرة مساكين. وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر، لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه بصيام ثلاثة أيام لا عشرة ولا ستة، أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة، وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء رحمهم الله هناك، بخلاف هذا والله أعلم. فدية الأذى شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وقال هشيم أخبرنا ليث عن طاووس أنه كان يقول ما كان من دم أو طعام فبمكة، وما كان من صيام فحيث شاء، يعني الفدية الذبح يكون بمكة والإطعام يكون بمكة، أما الصيام فيجوز حيث كان. وكذا قال عطاء
ومجاهد والحسن رحمهم الله. وقال هشيم: أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. والقول الأول أن الإطعام أيضاً بمكة. وقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد، أخبرنا أبو أسماء مولى بن جعفر قال: حج عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه علي والحسين بن علي رضي الله عنهما، فارتحل عثمان رضي الله عنه، قال أبو أسماء: وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه، قال: فقلت: أيها النوم، فاستيقظ فإذا الحسين بن علي، فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه، قال: فقلت: أيها النوم، فاستيقظ فإذا الحسين بن علي رضي الله عنهما، قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا اسم مكان، قال: فأرسل إلى علي رضي الله عنه ومعه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، قال: فمرضناه، أي قمنا بما يلزم في حال مرضه، نحو من 20 ليلة. قال: قال علي للحسين رضي الله عنهما: ما الذي تجد؟ قال: فأومأ بيده إلى رأسه، قال: فأمر به علي رضي الله عنه فحلق رأسه، ثم دعا ببدنة أي بعير فنحرها، فإن كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة، وإن كانت عن التحلل فواضح. وقوله تعالى: فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص، وهو المعروف في كلام الفقهاء، من أحرم بالعمرة وتحلل منها ثم حج. والتمتع العام يشمل القسمين، أي التمتع والقران، كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول: قرن. ولا خلاف أنه ساق الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، ويقال للقران تمتع. وقال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاة، وله أن يذبح البقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح بقرة عن نسائه وكنا متمتعات، رواه أبو بكر ابن مردوية رحمه الله. وفي هذا دليل على شرعية التمتع، كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: نزلت آية المتعة، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينهى عنه، ولم ينهى عنها حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع، ولكن الرسول أمر من لم يهدي أن يتمتع، وكان قارنا. قال البخاري رحمه الله: يقال إنه عمر، يعني نهى عن التمتع، وهذا الذي قاله البخاري رحمه الله قد جاء مصرحا به، أن عمر رضي الله عنه كان ينهى الناس عن التمتع، ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام، يعني قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى عنها محرما لها، إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس إلى البيت حاجين ومعتمرين،
كما قد صرح به رضي الله عنه. على كل، الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارن وأمر من لم يسق الهدي أن يتمتع. وقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. المتمتع عليه الهدي، فإذا لم يجد هديا أو لم يقدر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. يقول تعالى: فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج، أي في أيام المناسك. قال العلماء رحمهم الله: والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشر، يصوم ثلاثة أيام في عشر ذي الحجة. قاله عطاء: أو من حين يحرم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لقوله تعالى في الحج: ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال. قاله طاووس ومجاهد وغير واحد: وجوز الشعبي رحمه الله صيام يوم عرفة وقبله يومين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء وطاووس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: يصوم يوما قبل التروية عن يوم السابع، ويوم التروية ويوم عرفة. وكذا روي عن مجاهد، وكذا روى عن مجاهد بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أيضا. فلو لم يصمها أو بعضها قبل يوم العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ فيه قولان للعلماء، وهما للإمام الشافعي رحمه الله أيضا. القديم منهما أنه يجوز له صيامها في أيام التشريق لقول عائشة أم المؤمنين وابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري رحمه الله: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي. وكذا رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما. إنما قالوا ذلك لعموم قوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وسبعة إذا رجعت. وقد روي من غير وجه عنهما. ورواه سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي وعكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير رحمهم الله: وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج. والجديد من قول الشافعي من القولين أنه لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم رحمه الله عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. وقوله: وسبعة إذا رجعتم، فيه قولان: أحدهما إذا رجعتم في الطريق، ولهذا قال مجاهد رحمه الله: هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق. وكذا قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله. والقول الثاني: إذا رجعتم إلى أوطانكم. قال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. قال: إذا رجع إلى أهله. وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن
وقتادة والزهري والربيع بن أنس رحمهم الله، وحكي على ذلك أبو جعفر بن جرير، وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع، إجماع العلماء رحمهم الله. وقد قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى أي ساق الهدي فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، ومن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث. قال الزهري رحمه الله: وأخبرني عروة رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه رضي الله عنه، والحديث مخرج في الصحيحين رحمهم الله من حديث الزهري رحمه الله به. وقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، قيل تأكيد كما تقول العرب: رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي، يعني تأكيد. وقال الله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه، تأكيد. وقال: ولا تخطه بيمينك. وقال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، كل هذا تأكيد. وقيل معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها، اختاره ابن جرير رحمه الله. وقيل معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي. قال هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن البصري رحمهم الله في قوله: تلك عشرة كاملة، قال: من الهدي. وقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني الهدي على المتمتع، وأما من كان حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي. قال ابن جرير رحمه الله: اختلف أهل التأويل أي أهل التفسير في من يعني في من عني بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون وأنه لا متعة عليهم. فقال بعضهم: عنا بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان هو الثوري قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: هم أهل الحرم، يعني سكان الحرم إذا تمتعوا ليس عليهم هدي. وكذا روى ابن المبارك عن الثوري وزاد الجماعة عليه. وقال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: يا أهل مكة لا متعة لكم، أحلت لأهل الآفاق أي البلدان التي خارج الحرم، وحرمت عليكم، إنما يقطع أحدكم واديا، أو قال يجعل بينه وبين الحرم واديا ثم يهل بعمرة، يعني إذا أراد أهل مكة العمرة يخرج إلى الحل، يحرم من الحل. وقال عبد الرزاق رحمه الله: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: وبلغني عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول طاووس. وقال آخرون: هم أهل الحرم، يعني أهل حاضر المسجد الحرام،
ومن بينه وبين المواقيت، ما بين الحرم وبين الميقات، هؤلاء هم حاضري المسجد الحرام. كما قال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن رجل عن عطاء قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رحمه الله عن مكحول رحمه الله في قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: من كان دون الميقات. وقال ابن جريج عن عطاء رحمهم الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال: عرفة ومر وعرنة وضجنان والرجيع. اسم أماكن. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر سمعت الزهري يقول: من كان أهله على يوم، أي مسافة يوم أو نحوه، تمتع. وفي رواية عن اليوم واليومين. واختار ابن جرير رحمه الله في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله أنهم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا تقصر منها الصلاة، لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا، والله أعلم. أهل الحرم ومن كان بينه وبين الحرم أقل من 80 كيلو، مسافة القصر 80 كيلو، من كان أقل من ذلك يعتبر من حاضر المسجد الحرام. وقوله تعالى: واتقوا الله، أي فيما أمركم وما نهاكم، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجر، وارتكب ما عنه زجره، أي نهاه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اختلف أهل العربية في قوله الحج أشهر معلومات، فقال بعضهم تقديره الحج حج أشهر معلومات، فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها. وإن كان ذاك صحيحاً، والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد، واحتج لهم بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبأن واحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. ومذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره: شوال بعد رمضان، وذي القعدة، وعشر من ذي الحجة. فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به. وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله. والدليل عليه قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحاة، وهو أن وقت الحج أشهر معلومات، فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. فالإحرام بالحج لا يصح إلا في شوال،